راديو. صباح الفل، صباح النور، صباح العسل، صباح الياسمين. ان شاء الله سيسر روحكم في الكياس. 7:12 دقيقه على يافا محلى غاديو، حلقه 9 سبتمبر 2024. مرحبا بكم، هذه ماتينا اليافا من توا حتى العشرة متاع الصباح. نحكيو ذكاء اصطناعي، نحكيو تربيه ايجابيه بيان سور كيما عودتكم في النقطه الاولى. نحكيو اخر ساعه لينا على الاكتواليتي شنو صاير. ربي يرحم الاشقاء في المغرب والجزائر اللي صايره فيضانات، وربي يحمي تونس ان شاء الله. شويه اخر نشوفوا مع خبيره التغيرات المناخيه شنو قاعد تصير في العالم، علاش الفيضانات هذه، علاش القلبين نتاع الطقس، ولينا نعيشوا 6 اشهر صيف و6 اشهر شتاء. ربي يحمي تونس وربي يحمي الناس الكل على الطريق كما قلت لكم. وحيده وحيده شويه شويه ان شاء الله نمشيوا لخدمكم، ما يسالش نقوموا بكري شويه نحضروا روحنا وردوا بينا في ثنيه. نحب نرحب ترحيب خاص بصاحبتي وزميلتي بجة في راج اليوم، تحية ليك بجوج. إيمان الملكي زيدة مرحبا، نورتنا إيمان، شكرا ليك إيمان على المجهودات اللي تقوم بها على وسع البال الكبير. نبدأ ساعتنا الأولى بموضوع يهم الأمهات، حتى البويت، حتى الأباء اللي يسمعوا فينا مسالش يهمكم، باش تعرفوا علاش اليوم صغيركم تقولش به متعلق ولاصق في أمه برشا، وعلاش الحب المفرط للأم هذية، وشنو تأثير التعلق هذا بالأم على نفسية الصغير، باش نشوفوه مع مدى دم صابرين أخصائية نفسية. مدام صابرين تلقاوها كل يوم في نقطة دورية، كل يوم أول ساعة من ساعاتنا تحكينا على التربية الإيجابية، تحدثنا على كيفاش نهيئوا الطفل للعودة المدرسية، العودة للروضة، التعلق، حكينا برشا بالكذب عند الأطفال وشنو خاطر صغيراتنا راهم احنا نستخيلوا اليوم يكذبوا، لكن ما نجموش نحاسبوهم كان بعد 5 سنين، هذا حسب تصريحات وهي أخصائية نفسية للأطفال. دونك هي تعطينا النصائح الكل كيفاش نجموا نتعاملوا مع الصغير هذايا، كيفاش نجموا نتأقلموا مع الصغير. اون اتوندون يحضر الفيديو، ان نستناو ايمان. دونك فوالا هذايا هو شنو مدام صابرين ديما جينا في اول الساعه، هي معالجه نفسيه ومختصه في التربيه الايجابيه، تحكينا ديما على الطفل وكيفاش نتعاملوا مع الطفل، لانه المعامله مع الطفل يخيل لنا انها سهله شويه لكن في الحقيقه هي صعيبه شويه. لكن قبل نمشيو ساعه نشوفوا احوال الكياس مع جيجي الجميله اللي منورتنا كل يوم الصباح، ومن بعد راجعين اي اف ام انفو ترافيك. صباح الخير، توا 7:25 نلقاو الحركة رزينة في شراء الطيب المهيري على راديو يا فم احلى غاديو. شكرا لكم على المتابعه وعلى الوفاه. توا 7:18 دقيقه على يا فم احلى غاديو، نرجعوا لكم منين بدينا. النقطه الاولى هي مع مدام صابرين بسدوري، معالجه نفسيه واستشاريه التربيه، تحكينا على صغير متعلق بامه وشنو هو تاثير التعلق هذا اللي ساعات نستغربوه ونطرحوا برشا اسئله، ولد امه، ولد والا بنت بوها. خلينا نشوفوا شنو هو تاثير التعلق هذا بثقه في النفس عند الصغيرات. التعلق عند الصغار اللي هو البيبي وقت اللي كان في بطن الأم كان قطعة منها، يعني كان متصل بها إلى حد أنه يتولد. نحن شايفين أنه أصبح منفصل عنها، شايفينه هذا اللي من برا نشوفه فيه، لكن البيبي لا، البيبي مازال في الوعي متاعه أنه هو تابع أمه، مازال ما أدركش أنه هو انفصل عليها إلى حد تقريبا 6 شهور. بعد 6 شهور تبدأ الأم أصلا تلاحظ، تقول لك الصغيري أنا نبعد عليه يبكي، يحمله شخص آخر يبكي. علاش ما كانش هكا؟ شنو اللي صار بعد 6 شهور وخاصة بين 8 شهور هكيكا ولا شنو اللي صار؟ لأنه أدرك أنه هو منفصل عليها، ما هوش متصل به. علشان هذا مش مع الأم فقط، هذا مع مقدم رعاية، يعني الشخص اللي يرعى الصغير في 9 شهور الأولين، اللي يقدم له الرعاية، اللي يتولهى به، اللي يبدله في الكوش، يطعمه، يحضنه، يضحي يحكي معاه، يضحك معاه إلى آخره. هذاك الشخص اللي يتعلق به الصغير، اللي من بعد يولي يخاف من الابتعاد عنه، يخاف من الانفصال. يعني صغيرك يتعلق بك لأنه حاس بالأمان معك. وتعلق هذا والخوف من الانفصال يبدأ يظهر تدريجيا تقريبا
بداية من 6 شهور ويكون في القمة متاعه في العام، يعني في عمر السنة تلاحظوا أنه الصغير في القمة متاع التعلق، يعني بالحق وقت الأم تقول لك راني بلاستي ما نجيش نتحرك منها، راني مجرد أني باش نتحرك حركة، معناها جيست يحس فقط أحساس أن هي باش يعني تحاول من بلاستها، فوقتها ديريكت يظهر علامة القلق وعلامة الخوف. علاش؟ كيف ما قلنا السبب الأول أنه هو خايف من أنها تبعد عليه، هو أدرك أنه مفصل عليها وهي الشخص اللي حاس بها أكثر بالأمان معها، يعني أكثر بالأمان فيتعلق بها لأن هي مقدمة رعاية الأول. النقطة الثانية لأنه الصغير في العمر هذاك ما ينجمش يحتفظ بالصورة متاع أمه في ذاكرته، يعني بالنسبة لي إذا ما عادش اختفت من قدام عينيه معني سي اختفت مدى الحياة، وهذا يخوف يعيش رعب كبير بالحق، يكون خايف قلق كبير جدا. وشنو راجع زيادة؟ راجع لعدم نضج الدماغ متاعه، يعني هو دماغه ما هوش ناضج كفاية، مازال ما عندوش القدرة على أنه يستبق الحدث، معناه ماما باش تمشي وترجع، لا ماما مشت الكوجينة وراجع، ما عندوش هذا. بالنسبة لي مادامك وقفت من بلاستك فسي بون، انت ما عادش ترجع باش تختفي. يعني تخيل انت نسبة الخوف اللي هو عايشها الصغير والقلق اللي عايشها في الوقت هذاك. كثير من الأمهات وقتها تقول لك صغيري متعلق بيه ما أنا عنده مشكل، وإلا يتدلل فتولي تبعد فيه مثلا، ولي خليني نبعده، خليني نولي نغفل ونخرج، خليني نخليه يبكي باش يستانس، وهذه الكل ما هيش حلول فعالة، بالعكس نتائجها عكسية، لأن نزيد ونعزز عنده الخوف والقلق والتعلق باش يزيد أكثر وباش يطول أكثر من العمر الطبيعي. باش تقولي صابرين قديش العمر الطبيعي؟ نقول لك ما دامو تحت 3 سنين معناها مازلنا في المرحله الطبيعيه للتعلق. بالطبيعه كل ما هو صغير كل ما يكبر شويه كل ما التعلق ينقص اكثر، قلنا البيك نتاعو القمه نتاعو في العام، في عمر العامين الصغير يولي عنده خوف من الغرباء زياده على التعلق اللي هو بالطبيعه يبدا ينقص بشوي بشوي، لكن ثم خوف من الغرباء، يعني حتى كي يبدا ناس معناها يعرفهم لكن مش مستانس بهم برشا فيولي يخاف منهم ويولي يلصق في امه اكثر. الأم تقول لك صغيري ما يسلمش، فلان مثلا يجي حمله ويولي يبكي، ما يحبش يلعب مع الصغار، ما يحبش يخسر الصغار من البعيد ويندمش معهم، يبدا ديما يلصق في امه. هذا الكل راهو طبيعي، هذا يدل على انه صغيرك عايش مرحلته الطبيعيه، يعني هو يشبع احتياج الامان عن طريق التعلق. كل ما تعلق بك اكثر وتشبع التعلق نتاعو كل ما حس بالامان اكثر. وشنو يصير بعد اللي يحس بالامان ويتشبع عنده احساس الامان عن طريق التعلق؟ شنو اللي يصير؟ اللي يصير انه نسهله الاستقلاليه نتاعو. تعلق يساوي امان يساوي استقلاليه. اذا التعلق ما صارش بالطريقه الصحيحه شنو معنى؟ يعني كان تعلق غير امن، من الصغير بدهم بعده فيه نصده فيه نخلوه يبكي خليه وحده خليه يستانس، ما نعرفش نبدو نحطه فيه مع الصغار ونبعدو نهرب ونغفلو إلى آخره على أمل أنه هو يبطل، لهنا بش يصير عنده تعلق غير آمن. يعني إما تصير له حالة يأس أنه هو سيبه ما عاش يتعلق جملة، يولي الطفل عنده خلل في الإحساس بالأمان العاطفي، وهذا يخل يعني أثر في المستقبل على علاقاته وعلى الاندماج إلى آخره. يا إما التعلق بش يكون مفرط وبش يفوت الحد الطبيعي، يعني تلقى ساعات صغير عمره 4-5-6 سنين 7 إلى آخره هو مازال متعلق بالأم متاعه أو بمقدم الرعاية متاعه كيفه كيف صغير مازال عمره عامين، يلقى صعوبة في الاندماج، يلقى صعوبة في العلاقات مع الصغيرات، يلقى صعوبة في الروضة، ما ينجمش ديما معناها ما ينجمش يتأقلم، ما ينجمش يندمج إلى آخره. فلهنا لشنو راجع اللي مشكلة في التعامل مع التعلق متاعه أو مع احتياج التعلق. يعني التعلق عند البيبي في سنواته الأولى راهو احتياج ماهوش طلب، مش قاعد يطلب، هو محتاج. لبينه الاحتياج في بلاصة ما نصدوه، في بلاصة ما نحاولوا نتعامل معه كأنه كبير وكأنه فاهم. لو أخرج من بطن الأم ديجا في حالة اتصال كامل بيك، فهو محتاج بشوي بشوي يتأقلم على العالم الخارجي عن طريق إشباع التعلق اللي يوفر الأمان. كيفاش نجمو نعاونوه الصغير هذا؟ كيفاش نجمو نتعدو مرحلة التعلق بسلام؟ اول حاجة نبعدوا على النعوت والتسميات السلبية من نوع صغير يبري، صغير ما يتيقش العباد. النقطة الثانية هي ان يعني نعلم الصغير بالخطوة الجاية،
او اللي يصير توا باش يكون عند ما نغفلوش، ما نجيش فجاه ونقوم بالفعل، ما نغفلوش كيف كيف الخروج. مثلا تو خارجه باي، نخليه مثلا عند شكون وخارجه، ما نغفلش ونخرج، ما نخليش مثلا يقولك او لاهي خليه، ولا ساعات حتى تصير حتى في اللي كريش حتى يقولك خليه وخرج، لا يشوفني باي ويشوفني ونخرج ونبدا نتعامل مع التعلق نتاعو كاحتياج طبيعي يأمن له أو يوفر له الأمان الداخلي اللي يعاونه على الاستقلالية، يعني باش يعاونه أنه يتأقلم أكثر مع الصغار، أنه يستقل، أنه يبني ثقته في نفسه، تقديره لذاته. بس أقولنا تنجم تعاونك هي لعبة كوكو وإلى لعبة أني نغمض أي حاجة، يعني نخبيها كبمنديل ومن بعد نحيها إلى آخره، باش هو يعرف أن الحاجة راهي إذا كان تختفي من نظري تنجم ترجع. لعبة هذه تعاونه إذا كان كررناها، ودي ما تفكرها مني قاعدة وحطها بين عينيك. التعلق عند الصغير في سنواته الأولى راهو احتياج، والاحتياج هذا إذا تشبع بالطريقة الصحيحة فهو يوفر الأمان للصغير ويبني عنده الأمان الداخلي. الأمان هذا يساعده على الاستقلالية فيما شكرا لك مدام صابرين بجدوري أخصائية نفسية للأطفال. كما كنتوا تسمعوا في مدام صابرين قلت لكم سيسوا شوية على صغاركم، راهو التعلق حاجة طبيعية وهو لإشباع قلق ديجا هما كان في كرش لم متصل بها، يخرج إلى العالم الخارجي وينفصل عنها، وهذا ديجا أول انفصال في حياة الإنسان. بعده بشوية بشوية احنا نقولوا صغيري بري، صغيري ما يحبش الناس، سي با فغي، صغيركم يحب الناس وهذا مرحلة طبيعية لازمنا نعاونوه فيها. ما كما قلت لكم احنا الكنا كي نحطوا ولادنا في الكريش ولا عند حد باش يشدوا ولا عند ماماته ولا غيره نهربوا هروب، هو لا 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 بشويه بشويه واحده واحده على صغارنا راهم عماد المستقبل وهذوما باش يبنيوا تونس، هذوما حراير ورجال تونس. هذاك علاش لازمنا نعرفوا كيفاش نسهلوا استقلاليته ونخليه عنده احساس. كما قلت لكم استعملوا لعبه صغيره اللي هي متاع طي والا الغميضه الصغيره هذيك باش نوريوا صغارنا اللي احنا موجودين واللي يمشي راهو باش يرجع. هذا هو الاحساس اللي لازم تخليه لصغيرك اللي باش يبني من بعد الثقه في النفس. ردوا بينا من تصرفاتنا مع صغارنا، خاطر الاعوام الاولى كما نقولوا هذيك عمليه بناء الشخصيه، وخاصه كما قلت لكم مدام صابرين راهو ثم مرحله التعلق الشديد بالام ولا الاب في الاشهر الاولى، خلينا نقولوا بعد 6 أشهر حتى للعامين تقعد هذيك التعلق بالام، والا اللي يقدم الرعايه الصحيه كما اي عبد يتلهي بالصغير مثلا تنجم ماهيش الام، ينجم البو يكون لهي بالصغير ويصير هالتعلق هذا اللي احنا ساعات نتقلقوا منه، ساعات نقولوا شبي صغيرنا لصق فينا، شبي صغيرنا مصر اصرارا انه نقعدوا بحذي، راني ما نجمش نتحرك، ما نجمش نمشي، ما نجمش نجي، ما نجمش نخرج على راحتي. على غالب مرحله عمريه تعدينا بها الناس الكل، وهذه مهمه جدا مهمه جدا المرحله هذه في بناء واستقلاليه النفس وتعزيز الثقه بالنفس عند الاطفال. اذا واحدة واحدة على صغيراتنا، كل شيء في وقته باهي، كل شيء في وقته، عنده وقته ويمشي على روحه، وهذا باش يكون بالفايدة من بعد علينا وعلى صغارنا. ما يتعبناش من بعد في ليدوكاسيون نتاع صغير. هذايا مدام صابرين تجينا كل يوم وتقدم لنا أهم النصائح اللي تنجم تعاوننا في تربية صغارنا، خاطر ثم العديد من المفاهيم قاعدين نفهموا فيها بوتيتر بالغلط، مش بوتيتر سور بالغلط نفهموا فيها في تربية صغارنا. أنا خليه يمشي يندمج، خليه مع صغار ونهرب، خليه يبكي ليلين، نحاولوا نسكتوا صغيرنا، نحاولوا نفهموه اللي راهي جوست بيريود، راهي وقتية، ونعاودوا نرجعوا بطرق باللعب كما نجموا نعلموا صغارنا وهما يلعبوا احنا نلعبوا معاهم، اللي احنا رانا موجودين ديما بحذيهم، سند ليهم وراهم وفي ظهرهم، ورانا ما فماش هذه القطيعة والعنف هذي يعتبر انا نعتبره الحقيقة عنف، انك تفرض على صغيرك حاجة مثلا هو راهي حاجه راهو ماهوش دليل انه حاجه انه يكون معاك ويكون بحذاك ويكون كيما نقولوا احنا لاصق فيك، راهي حاجه خلقها فيه ربي وفينا الكل، معناها ماهوش دليل ولا يدلل شويه والا يحب هكا كيما نقولوا يتغنج، لا لا لا، ها صغير هذيك احتياجاته وهذيك هي المرحله اللي باش تبني له شخصيته من بعد. دونك وحيده 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 انتم زيدا في الكياس اللي يسمعوا فينا ماشيين لخدمهم، واحده واحده ردوا بالكم
عليكم. طقس مزيان هو كمان مغيم شوية. جيب حذية توت سويت سي صاحبي. نحكيه على الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي. شكرا لي سي صاحبي كل يوم يقدم لكم معلومات جديدة على الذكاء الاصطناعي، خاطر المفهوم جينا غالط في تونس وفهمناه بالغلط انه الذكاء الاصطناعي باش يبدل وياخو بلاصة الخدمة نتاعنا. سي صاحبي برام هو مختص في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تلقاوه كل يوم في موعد قار هنا يحكينا على الذكاء الاصطناعي. سي صاحبي صباح النور. صباح الخيرات، مرحبا، بداية أسبوع موفقة لكل التونسة. شكرا لي كنت زيدة إن شاء الله. اليوم نحكيه على استعمال الذكاء الاصطناعي في وسائل النقل. لمحالة أنا راني نتفجع برشا كي نقول وسائل النقل، نذكرك الكيران المعبية، نذكرك التصاور اللي باش توصلنا بيانتو في الغونتخي اللي هي العبيد شدة في البيبان، في البيبان متاع الكار ومعبية على الاخر عبيد قصدة ربي إن شاء الله. كيفاش تراسي صاحبي عطينا كيفاش نجمو نستعملوه؟ هو كيف نحكيه على النقل في تونس ديما أول سؤال يتسأل الكار 8 وقتش تجي؟ هي مربوطة الترانسبور في تونس مربوط بالسؤال هذا أساسا. وقت اللي احنا نشوفه في المسلسلات ولا نشوفه حتى الناس اللي تسافر لبرا انه المشكلة هذه مش موجودة، مش موجودة وي. ولازم نعرفه انه في الكواليس متاع عملية المانجمنت متاع النقل بصفة عامة فما مجهود كبير يتبذله، فما كمية كبيرة متاع معلومات يتم التقاطع بيناتها. المهنة هذه اللي تنظم عملية الترانسبورت. سامحني اقسم شكون اقتحم الاستوديو توا فجأة، فهمتني؟ ما نجمش نقولوا لي مستحيل مستحيل. جيت بحذينا نيسا المكشيح في عناوين الأخبار. أهلا وسهلا، مرحبا. الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي، وزاد عاد النقل. خلينا أنا عندي صورة خايبة برشا على النقل، فهمتني؟ تلمو أنا عانيت من وسائل النقل، كنت نسكن في المرسى ونقرأ في منوبة، ديكو معاناة ورحلة طويلة وطويلة جدا. نرجع لموضوعنا سي صاحبي الخبير والمختص في التكنولوجيا، في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نحكيه على استعمال الذكاء الاصطناعي في وسائل النقل. تفضل. لازمنا نفهموا انه في الباك اوفيس نتاع عمليه المانجمنت نتاع السيركوي نتاع النقل بصفه عامه راهو فما كميه كبيره نتاع بيانات ومعطيات. الكار وقتاش خرجت، قداش فيها تقريبا ركاب، الميتران اللي جاي من جابس بالمناسبه تحياتنا للمناضلين الركاب اللي يخرجوا من جابس. دونك لازم نعرفوا وقتاش توصل، على اي اساس، وعلى ضوء المعلومات هذوك الكل قداش ركاب والوقت اللي يوصلوا فيها. وقتها نبرمجوا الكار ولا وسيلة النقل الثانيه اللي ياخذها الراكب. مثلا في تونس نبرمجوا في وقت الثمانية كار زينه وعزيزه تهز 130 شخص قدام برشلونه. اي على اي اساس؟ على اساس المعطيات لي دوني اللي حطيناهم. اذا كان المعطيات اللي حطيناهم صحاح رانا ماناش نعانيو في النقل في تونس. دونك النتيجه تقول لنا انه الطريقه اللي قاعدين نبرمجوا بها والاخذ بعين الاعتبار المعلومات اللوجستيه ولا المعلومات نتاع النقل راهي يا اما مش بالطريقه الصحيحه يا اما منقوصه، والاغلب انها منقوصه على خاطر الكميه ولا معالجه الكمية متاع المعلومات المتعلقة هذه بالترانسبور. أي. يدخل فيها حتى حالة وسيلة النقل. حالة وسيلة النقل تهز شارج ولا وغيره، وقداش وقت الصيانة متاعها، وقداش احنا استعملناها من مرة في النهار، والدورية الصيانة متاعها. دونك هذو كل كي معلومات ما تظهرش عند المستعمل وسيلة النقل، بالنسبة ليه ما تعنيش، لكن هي أساسية باش نعملوا جودة النقل تكون تحفظ باللي عنا بالكيران بالكيران اللي عنا. هو مش كان بالكيران، على خاطر الدول يعطيك الصحة، فما دول تاخذ تيكي الكترونيك تقصها من اي بلاصة وين تمشي اللي الحاضر وسيلة النقل الحاضر تستعملها وتنقص لك السولد ماك التيكي هذيك، كلك سوا كار مترو حتى فما بلايص تاكسي كاريمو تشارجيها وتخلص بها. خلينا احنا مزنا مخلطنيش سي صاحبي، خلينا بك الزينه وعزيزه نتاعنا، وخلينا بك الكيران نتاعنا. الحقيقه ما هو هذا الواقع، التوانسه اللي يسمعوا فينا يقول لك كذا سي صاحبي يحكي على حاجه مازالت ما نقولش بعيده الامد، خليها متوسطه الامد. لكن اليوم الواقع نتاعنا يقول اللي عندنا كيران مازالت كمام، عندنا زينه وعزيزه وعندنا الكيران اللي شريناهم من
ثم جدد وثم القدم هي. ها هو ما عطينا اللي عندنا كيفاش نجمو نستعملوه بالذكاء الاصطناعي كيف كيف بنفس الطريقه معناتها التكي الالكترونيك مش حاجه جديده هي حاجه قديمه اما حتى لو كان احنا مش نستعملوا تطبيق التكي الالكترونيك حتى بطريقه التنسيق نتاع وسائل النقل اللي ديجا موجوده إذا استعمال الذكاء الاصطناعي باش نحددوا الاوقات ونحددوا النوعيه نتاع وسيله النقل وعدد الركاب اللي فيها راهو هو الحل باش نقصوا زوج حاجات نقصوا شارج على الناس اللي تحضر تعمل في بلانيفيكاسيون نتاع او الاوقات والمواعيد نتاع وسائل النقل نقصوا عليهم شارج هما بريتو معناتها عندهم عندهم طاقه بشريه محدوده معناتها هذه الحاجه الاولى والنقص والاكتظاظ والنقص التعب اللي يعيشه التونسي كل يوم وي 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 ونجمو زيدا ثم حاجه نعرفش اسكو صحيحه ولا باستعمال الكارت اللي تحكي عليها خلينا نقولوا ذكاء الاصطناعي نجمو نخفضوا من ظاهره التراسكيا بالضبط معناتها الدوله تنجم تربح معناتها استعمال التكنولوجيا بصفه عامه والذكاء الصناعي بصفه خاصه راهو عنده ايجابيات على كل الاصعده على كل الاصعده هو يجي وصل 9 بالتران لتونس العاصمه ما لقاش كار بنفس التكيه ذيك يمشي ياخذ وسيله نقل اخرى حتى لو كان تكون تاكسي بريفي المهم بالنسبه لي احنا حشتنا بالقيمه الإنتاجية متاع الراكب هذاك باش يوصل لخدمته ولا يوصل يقضي قضيته في الوقت المناسب. المهنة هذه في تونس اسمها في الخارج سامحني اسمها مهندس في نظم النقل الذكي. هي هندسة نظم النقل الذكي. مالوريزمو استنسنا تقريبا توا نعطيكم التوجيهات الجامعية كيفاش صارت وقداش العباد اللي قاعدين يتوجهوا بلانيفيكاسيون اي اورغانيزاسيون دو ترونسبور برمجه وتنظيم النقل حسب رايك قداش من السنه في 2024 قداش توجهوا لها من شخص ما عرفش الاف نتصور الاف اربع من الناس زوز في سوسه وزوز في ساقس اربع من الناس هذا الاختصاص شو اسمه بربي عاود لنا برمجه وتنظيم النقل ما بتتر ما همش فاهمينها سي صاحبي احنا كل مرة نحكيو على هيك علاش احنا وين اليوم هذه برمجة اختصاص موجود في الدليل الجامعي في الدليل الجامعي اسمه برمجة وتنظيم النقل راهو موجود في الدليل التونسي الجامعي فما دوتر سبيسياليتي يشبهوا السبيسياليتي هذه فيها تقريبا في برشا تسميات هما الحقيقة اما هما تقريبا في حدود 15 بوست اذا كان نحطوا 15 بوست واربع دوك قول 20 بوست مختصين في الترانسبور في تونس الكل يظهر لي منزلنا بعد برشا حتى باش نفكروا انه نصلحوا ولا نستعملوا الذكاء الاصطناعي ولا البرة موجود اكيد كما كل البرة موجود البرة موجود وهي هي مهنة عندها قيمة مضافة كبيرة برشا هذاك علاش الشهرية متاعها والاخلاص في المهنة هذه العباد ممكن تستغرب وجوني دي فيدباك ابروبو قداش يخلصوا بربي البر في امريكا يخلص 30000 دينار تونسي المهندس هذا في تونس يخلص 3 ملايين كل عشر يمكن هذاك علاش بون 3 ملايين تسمى به كوميم كوم ديبو وكل شيء بوغ هي ما قدام حجم الخدمه والقيمه المضافه اللي على اساس نحطوه شهري احنا نحطوه على اساس القيمه المضافه اللي السيرفيس مع القيمه المضافه اللي تجيبها الخدمه الخدمه هيك دونك هذه من جانب حاجه اخرى من ملاحظات نتاع الساده المستمعين حبوا يسالوا ما تعلاش احنا نقولوا في الرواتب يعني في الشهري في الخارج في تونس نعملوا كومباريزون الوغ لوجيكمون بالمنطق ما يتصيرش كومباريزون وهل انه احنا نشجعوا في العباد باش يخرجوا لبرا ولا هو مش صحيح مش نشجعوا فيهم باش يخرجوا لبرا اما باش نظهروا للناس القيمه المضافه نتاع لي سبيسياليتي هذوما باش يعطيهم اكثر اهميه داكورد خاطر هو ابريتو حتى هو كيفاش يخدم البرة وبالشهريه هذه وينجم يخدمها هو في تونس وي توتافي هو ينجم يخدمها في تونس دونك مش الغايه مش انه نروجوا انه البرة هو اهم يعني نجيو لاستيس دو جور هكا ما نسيتهاش المره لاستيس دو جور المره هذه هي هل انه بالحق الصفحات سبونسوريزي تنجم تعاوننا في الخدمه وتجيب لنا كليونات جدد ولا وي مي وي مي على خاطر الفيسبوك خاصة فيه منظومة هي زادة بازية على الذكاء الاصطناعي تحدد لك التارجت تحدد لك الفئة المستهدفة يعني يلزم انت مش مجرد تقول نحب نعمل سبونسوريزاسيون وتحط فلوس
فقط لا أي. فما خدمة الدرير وقتاش الوقت فينا مساحة زمنية فينا رقعة جغرافية والفئات المستهد واللي سجي المستهدفين دوك فما برشا تفاصيل مهمين باش تكون الفلوس اللي صرفتها إفكاس ويرجعوا لك بكليونات. باه اللي يسمعوا فينا يحبوا مثلا واحد عنده باج يحب يعملها سبونسورينغ كيفاش اليوم شنو تنصحوا؟ ساعة رقم واحد مشكورة وزارة تكنولوجيا الاتصال عاملة كارت تكنولوجيك تعطاها لأصحاب الشهادة العليا فيها اللي عنده مشاريع لا مش بالضرورة اللي عنده مشاريع يكفي عنده ديبلوم تاع شهادة عليا بلافون في البرسون فيزيك 1000 دينار تونسية 300 دولار هي صغيرة شوية أما باب محلول وبالنسبة للشركات هم 10000 دينار تونسية 3000 تقريبا 3000 دولار كيف كيف صغيرة أما باقي تبقى مقبولة دونك الخطوة الأولى من البوستة ولا من أي بنكة تنجم تطلب الكارت التكنولوجيك هذه حقك تنجم تاخذها من غير صعوبة يعني سهلة الفورماليتي الحاجة الثانية في الفيسبوك تبدأ عندك تدخل للبارامتراج متاع الباج ولا متاع الببليكاسيون اللي عملتها التدوينة تقول له بوست ولا بالانجلي بوست دونك ولا بروموفوار البليكاسيون هذه يطلعوا لك الخيارات وليزوبسيون تاع فيسبوك الكل باش تختار منهم غادي يثبت مليح باش كل فرنك تحطه ولا كل دولار تحطه يمشي في بلاصتو. شكرا لك سي صاحبي ابراهيم كل يوم يرجع لكم يحكي لكم على الذكاء الاصطناعي يعرفكم به اكثر كيفاش نجموا نستعملوه. ميرسي بوكو نتقابلوا اخرى غدوه ان شاء الله في موضوع اخر. يجي بحذنا توت سويت سي رمزي العميري خبير في الميكانيك باش نحكيوا على ظاهره موجوده برشا بالنسبه للناس واحنا نعرفوها الكهرباء ولات تاكل برشا زيت علاش وكيفاش وشنو الاسباب وشنو الحلول هذا كل يجاوبكم عليه سي رمزي العميري خبير في الميكانيك. ميرسي بوكو تفضل سي رمزي. مرحبا بك وصباح النور. صباح الخير صباح النور صباح الفل والياسمين. اليوم موضوعنا باش نحكيو على ماكله الزيت المشكله الكبيره اللي ارقت برشا مستعملي السيارات وحتى اللي باش يشري كهرباء خاطر العباد ولت خايفه يقول لك انا باش نشري كهرباء تطلعش تاكل في الزيت يبدا ديما عندي حاط بدون نتاع الزيت كل مره وانا نصب في الزيت دونك باش تقلقوا نفسانيا وباش تقلقوا زاد في جيبه. نعرفوا احنا بالنسبه في تاريخ الاوتوموبيل الكراهب اول ما بدات بالزيت اباز مينيرال اللي يتسمى مونوغراد. الزيت هذا كان ما يتمشاش مع لي تمبيراتور كل كيما الموتور بارد كيما الموتور سخون وكانت فيه اشكاليات كبيره وكان يلزمو يتبدل في بريود قصيره على الاخر. من بعد تطورت الامور وجاء زيت سانتيتيك وسمي سانتيتيك. بالنسبه للزيت سانتيتيك هو بيرمون شيميك فيه ديزاديتيف لوبجيكتيف نتاع ليزاديتيف هذا باش يخلوا الزيت يتماشى مع لي تمبيراتور كل من الموتور يبدا بارد حتى يسخن. لهنا باش نفهموا شنو معناها زيت ملتي جراد ناخذوا اكزامبل. ساعات واحد يقول لك زيت 5W40 5W30 ولا 10W40 لهنا الرقم اللي قبل دوبل في هو لانديس دو فيسكوزيتي افروا معناه شو معناه وقت تبدا الكهرباء بارده وباش نخدموها لهنا درجه السيوله نتاع الزيت وقت يبدا الموتور بارد هل انه الزيت وقت تبدا الكهرباء بارده ينجم يدور في السيركوي الكل نتاع الموتور ويخدم خدمته والا لا لهنا يفرق. والرقم اللي بعد دبل في نقاو مثال 5W40 ال40 هذيك هي لانديس دو فيسكوزيتي اشو درجه السيلان في حراره مرتفعه لهنا وقت الموتور يسخن ينجم بالسخانه الزيت يفقد الخاصيات نتاعو وما عادش يعمل لوبريفيكاسيون. لهنا يلزمنا نعرفوا كيفاش نختاروا الزيت نتاع الموتور. السؤال المطروح لهنا برشا يسأل ويقول لك انا كرهبتي شنو الزيت اللي نجم هي كل كهرباء عندها نوع من الزيت كل كهرباء عندها نوع نتاع الزيت. بلي قبل ما نتعدى معك حبيت نسالك سي رمزي اسكو سي فري كو ثم كرهب تاكل اكثر من الدار معناها جديده اما ثم كرهب يقول لك هذه تاكل برشا زيت انواع معينه من الكرهب باش نجيو تو باش نحكيو عليه الموضوع هذا نكملوا مع الانواع نتاع الزيت. لهنا كيفاش نعرف النوع نتاع الزيت نتاعي ثم برشا يدخل على المصنع نتاع الزيت يقول لك 5W30 يمشي من 10000 ل 30000 راهو مش معناها انت تمشي به 30000 لهنا باش تعرف النوع نتاع الزيت تمشي للمصنع نتاع الكهرباء نتاعك هو يقول لك الزيت نتاعك قداش يمشي ثم شكون يدخل على الانترنت ما يستعملش الكتاب نتاعو يدخل على الانترنت ويدخل على المصنع
يقول لك الزيت نتاعي انا يمشي 30000 ولا يمشي 25000 ويستعملوا هذيك. وهو وقف كما نقولوا احنا بالمثل يقف عند ويل للمسلم، خاطر المصنع وقت يقول لك 25000 في الاوروب بار اكزومبل في فرنسا ولا المانيا، انت في تونس المصنع يقول لك تمشي بار اكزومبل 15000 ولا 10000 انت ونوع الكهرباء، خاطر ماهمش لي ميم كونديسيون، ماهوش عندنا نفس كاليتي نتاع ليسونس، نفس كاليتي نتاع المازوت، المناخ نتاعنا ماهوش كيف دونك برشا حاجات تفرق. والكياسات وكل شيء اللي باش يحدد لك الزيت راهو هو المصنع نتاع الكهرباء. ولهنا ثم خطا شائع كبير تعملوا برشا عبيد، كهرباء تفوت 100000 يمشي الميكانيسيان نتاعو يقولوا بدل الجراد نتاع الزيت. اش معناها بدل الجراد؟ باه الكهرباء من كانت بار اكزومبل تمشي 5W20 ولا 5W30 يرده يبدله هو 10W40. لهنا كي بدلت انت في الفيسكوزيتي نتاع الكهرباء سيرتو كي تكون كهرباء فيها تيربو الزيت ما يوصلش في الاجزاء نتاع المحرك الكل، ولهنا الكهرباء تولي تاكل زيت ويصيروا برشا مشاكل اخرين، خاطر اللي صنع الكهرباء يقول لك الزيت اللي بدات به تكمل به، عندك اشكال تصلحه، ما تبداش تدبتي في الزيت على حسب المشاكل اللي موجوده عندك في الكهرباء. نتعداو تو نحكيو على المشاكل نتاع الزيت ولي سامبتوم الموجودين. نبداو بالاشكال الاولاني اللي هو ما عندوش علاقه بالمستعمل، اللي هو ان ديفود فابريكاسيون. كيما سالتني انت توا نلقاو ثم دي موديل من اللي يخرج راهو ياكل الزيت. كما نعرفوا موتور البيورتيك اللي هو موتور مشهور برشا والناس الكل تعرف اللي هو ياكل الزيت. في عقليه المصنع من الاول وقت عمل ليتيود نتاعو عمل على اساس الكرواد دو ديستريبيسيون تكون امرجي في الزيت، تكون تدور في الزيت دو تيل سورت معناها باش تعيش اكثر وتعطي دي بيرفورمانس اكثر. مي للاسف في الواقع انه الكرواد ديستريبيسيون هذيك تهبط لي بافور تهبط تفش يهبطوا على الكليبين نتاع البومبا ويل يسدوها، لهنا باش تطيح البريسيون نتاع الزيت باش تولي برشا مشاكل وتولي الموتور ياكل الزيت. هذه مشكله تخص المصنع، وثم زاده برشا موتورات اخرين ياكلوا في الزيت. اعطينا لهنا ليكزومبل نتاع موتور بيورتيك 1.2. ثم مشاكل اخرى اللي هي مربوطه بمستعمل السياره. السيانة راهو مهمة على الاخر باش الموتور نتاعك يكون فيابل ما ياكلش برشا زيت ويكون فيابل. الحاجة الأولى كي نلقاو عندنا ضياع نتاع زيت من برا ظاهر بالعين من الكاش سوباب من الكارتير ولا تلقاه هابط في القاع يلزمك تعمل اكسيون وتصلح، سينو راهو باش ينقص لك برشا زيت. والاشكال الاكبر من هذاك برشا عباد ما يحلش الكابو ما يتفقدش ونجم يوصل للزيت للمينيموم او ما يعرفش وما يعرفش ويهز يمشي يعمل فيدونج، والاشكال حتى اللي يعمل له فيدونج ما يقولش راهو الزيت اللي هبط من الموتور كونتيتي صغيره على الاخر لا يعمل له فيدونج وديما تتواصل الحكايه هكاك للي يخسر موتور. من الاشكاليات الاخرى كما حكينا اللي يبدل في الجراد نتاع الزيت، لو فات تبدل الجراد نتاع الزيت. جراد خلينا نفسروا اكثر السيده مستمعين، ما يكون 5W30 لا مش نوع دوغري دو فيسكوزيتي درجه السيالة. ما يكون 5W30 مثلا يبدلوا 10W40 والا ثم اشكال اخر البيريوديسيتي نتاع الفيدونج. اوليو باش يبدل الزيت نتاعو في 10000 تلقاه يفوت برشا بشويه الزيت ما عادش باش يعمل الدور نتاعو باش يولي ثم فروتمون كبير باش تولي الكهرباء تاكل برشا زيت. مازلنا نحكيو في الصيانه، ثم شكون حتى يعمل الفيدونج يبدل الزيت والفلتر نتاع الزيت وثم دوطغ فلتر ما يبدلهمش كيما الفلتر نتاع الهواء. لهنا نحبوا ننبهوا برشا مستعملي السيارات، راهو الهواء عنده علاقه كبيره بالزيت. قول انت شنو الرولاسيون ما بين الهواء والزيت؟ لهنا كي ما نبدلش انا الفلتر اير الوسخ الكل ليزامبيرتي الكل باش يتعدوا في الشومبر دو كومبيسيون، ايش باش يصير لهنا؟ باش يعمل فروتمون باش يعمل حروشيه ما بين لي سيغمون والشوميز، ولهناك ليتونشيتي نتاع الزيت باش تولي ما عادش موجوده، يولي الزيت يطلع في الشومبر دو كومبيسيون ويتحرق. واضح. ومعلومه اخرى زاده بالنسبه للكور بابيون، ساعات يتوسخ الكور بابيون برشا عباد يا اما واحد ولا يهز الميكانيسيان ينظف الكور بابيون وهو راكب في الكهرباء. لهناك ينظفوا الكور بابيون وهو راكب في الكهرباء الوسخ الكل باش يهبط في الشومبر دو كومبيسيون، ونعاودوا نرجعوا لنفس الاشكال كنا نحكيو فيه تو على السيركوي نتاع الهواء. دونك لهنا بالنسبه للكور بابيون راهو يهبط لوطا ينظف ومن بعد تعاود
ترجعوا. اي فوالا هذا هو السيرام. زي عندك شنو نصائح تقدمها لهم نختموا بها؟ اي نجموا حتى نكملوا غدوة خاطر موضوع مهم برشا ويلزمنا نعرفه، وحتى باش نحكيه، وحتى كي تجي باش تشري كهرباء شنو يلزمك تعرف باش ما تاخذش كهرباء تاكل في الزيت، وانت كمستعمل شنو تعمل باش ما تاكلش الزيت. خاطر ساعات نتحط في دي كونتكست الكهرباء ثم ديفو صغير نتاع ماكله الزيت وما يتكلفش برشا فلوس، والموتور كامل يتحل وندخلوا في مصروف كبير. هذا تنكملوا نحكوا فيها غدوة، خاطر الموضوع هو متشعب وكبير والعباد تحب تعرف برشا معلومات عليه. غدوة عندكم موعد آخر مع سي رمزي العمالي في نقطة ميكانيكا باش يحكي لنا، نكملوا نفس الموضوع، إذا عندكم ضياع زيت كيفاش تشري كهرباء ما تاكلش أكثر زيت من غيرها، وشنية لي ديغا اللي نجموا ينجروا على الضياع نتاع الزيت هذايا. ميرسي بوكو، نتقابلوا احنا غدوة في نفس الموعد إن شاء الله. جيب حذينا الجميلة جيجي باش تقدم لنا أحوال الطريق. Idum, idum, idum.